ملوك الثاني 8 وقال إليشع للست اللي عايش ابنها: قومي وطلعي انت وبيتك وتغربي مكان ما تتغربي، لان الرب نادى بجوع فيجي كمان على الارض 7 سنين. فقامت الست وعملت حسب كلام رجل الله، وطلعت هي وبيتها وتغربت في ارض الفلسطينيين 7 سنين. وفي نهاية السنين 7 رجعت الست من ارض الفلسطينيين، وخرجت عشان تصرخ للملك عشان خاطر بيتها وغيرها. وقال الملك لجحزي: صبي رجل الله، احكي لي كل الحاجات العظيمة اللي عملها إليشع. وهو بيحكي للملك ازاي انه عايش الميت، فين الست اللي عايش ابنها بتصرخ للملك عشان خاطر بيتها وغيرها. فقال جحزي: يا سيدي الملك، هي دي الست وهو ده ابنها اللي عايشه إليشع. فسأل الملك الست فحكيت له كده. فاداها الملك واحد مصي وقال له: رجع لها كل اللي ليها وكل الغلاب بتاعت الغيط من وقت ما سابت الارض لحد دلوقتي. وجي إليشع على دمشق، وكان بنهدد ملك ارام عيان، فتقال له: جه راجل الله لهنا. فقال الملك لحزائيل: خد في ايدك هدية وروح عشان تستقبل راجل الله، واسأل الرب من خلاله اتشفي من مرضي ده. فراح حزائيل عشان يستقبله، واخذ هدية في ايده ومن كل الخير بتاع دمشق، شال 40 جمل. وجه ووقف قدامه وقال: ابنك بنهدد ملك ارام بعتني ليك بيقول اتشفي من مرضي ده. فقال له إليشع: روح وقول له شفا تتشفي، والرب وراني انه يموت موت. فخلى نظره عليه وثبته لحد ما اتكسف. فعيط راجل الله، فقال حزائيل: ليه بيعيط سيدي؟ فقال: لاني عرفت الشر اللي هتعمله في اولاد اسرائيل، لانك هتسيب النار في الحصون بتاعتهم وتقتل شبانهم بالسيف وتكسر اطفالهم وتشق حواملهم. فقال حزائيل: ومين هو عبدك الكلب عشان يعمل الموضوع العظيم ده؟ فقال إليشع: الرب خلاني اشوفك وانت ملك على ارام. فطلع من عند إليشع ودخل لسيده فسأله، قال لك ايه إليشع؟ فقال لي انك تعيش. وتاني يوم اخذ مخدة الصوف وغمسها في المية وفردها على وشه ومات، وملك حزائيل بداله. وفي السنة 5 ليرام ابن أخاب ملك إسرائيل، ويهوشفاط ملك يهوذا، ملك يهورام ابن يهوشفاط ملك يهوذا، كان ابن 32 سنة لما ملك، وملك 8 سنين في أورشليم، ومشي في طريق ملوك إسرائيل زي ما عمل بيت أخاب، لأن بنت أخاب كانت زوجة ليها، وعمل الشر في عينين الرب، ومرضيش الرب إنه يفني يهوذا عشان خاطر داود عبده، زي ما قال انه يديله فانوس ولولاده كل الايام. فايامه اتمرد ادوم على يهوذا وملكه على نفسهم ملك، وعد يرام لصعير وكل المركبات معاه، وقام بالليل وضرب ادوم اللي متحوط بيها والرؤسة بتوع المركبات، وهرب الشعب للخيام بتاعتهم. واتمرد ادوم على يهوذا لحد اليوم ده، وقتها اتمردت لبنى في الوقت ده. وبقيت امور يرام وكل اللي عمله مكتوب في كتاب اخبار الايام الملوك يهوذا. ورقد يرام مع ابهاته واتدفن مع ابهاته في مدينة داود، وملك اخذ ابنه بداله. وفي السنة 12 ليرام ابن اخاب ملك اسرائيل، ملك اخذ ابن يهورام ملك يهوذا، وكان اخذ ابن 22 سنة لما ملك، وملك سنة واحدة في اورشليم، واسم امه عتليا بنت عمري ملك اسرائيل، ومشي في طريق بيت أخاب، وعمل الشر في عينين الرب زي بيت أخاب، لأنه كان نسيب بيت أخاب. وطلع مع يرام ابن أخاب عشان يحارب حزائيل ملك أرام في رموك جلعاد، فضرب الأراميين يرام. فرجع يرام الملك عشان يتشفي في إسرائيل من الجروح اللي جرحوا بيها الأراميين في رموت لما حارب حزائيل ملك أرام. ونزل أخذ ابن يهورام ملك يهوذا عشان يشوف يرام ابن أخاب في إسرائيل، لأنه كان عيان.